يقول هل هناك زكاة على الراتب الشهري؟ الصحيح لا، وإنما الزكاة على ما مر عليه حول سنة كاملة هجرية وهو ما زال موجودا لم يتغير. لا ما يصير زكاة، ما في زكاة الراتب. إذا تأخذ منه إذا ينقص عن نصاب تدخر منه، المدخر إذا بلغ النصاب عليه زكاة وطاف عليه سنة. بغض النظر أنت تأخذ زكاتك مثلا الآن في ربيع الثاني، تشوف ربيع الثاني اللي جاي كم عندك الآن، تشوف ربيع الثاني كم عندك، إذا نزل عن النصاب ما عليك زكاة، إذا استمر في نصابه فعليك الزكاة.